الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط في العراق عن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية لشهر تشرين الثاني الماضي بعد صعود الدولار الأمريكي أمام الدينار. وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة إنه تمت متابعة وتسجيل 64 مادة أو مادة بناء في الأسواق المحلية لشهر تشرين الثاني الماضي ارتفعت أسعارها مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مضيفا أن أهم المؤشرات للمواد الأكثر استخداما وتأثيرا في الأسواق هي الطابوق والإسمنت والحديد. قالت شركة فيريسك مابروكروفت المتخصصة باستشارات المخاطر إن العراق من بين الدول الأكثر عرضة للمخاطر فيما يتعلق باحتياطات النفط والغاز. وأضافت الشركة في تقرير لها أن ارتفاع الموج والعواصف والفيضانات والارتفاع الحاد في درجات الحرارة الناتج عن التغير المناخي كلها عوامل قد تنعكس سلبا على عمليات استخراج وتصدير النفط والغاز في عدد من الدول من بينها السعودية والعراق ونيجيريا. ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة على وقع بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 10 من كانون الأول الحالي. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزج برنت تسليم شهر شباط 74 سنتا لتصل إلى 74 دولارا و 62 سنتا للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غربي تكساس الوسيط لتسليم كانون الثاني 86 سنتا لتصل إلى 71 دولارا و 73 سنتا للبرميل. هذا وبقيت أسعار النفط أقل بمقدار 12 دولارا عن ذروة شهر تشرين الثاني الماضي حين سجل خام برنت 86 دولارا للبرميل، إذ لا يزال المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون يلقي بظلاله السلبية على الأسواق. طالبت الحكومة اليمنية السعودية بدعمها لمواجهة الأزمة الاقتصادية مخبرة من اقتصادها الذي يوشك على الانهيار. وقال وزير المالية اليمني سالم بن بريك إن الاقتصاد سيواجه تحديات وصعوبات كبيرة تتمثل بتراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ. وأعرب وزير المالية اليمني عن تطلع بلاده لوقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن أكثر من أي وقت مضى وتقديم مزيد من الدعم والمساعدة. ومنذ أسابيع يشهد اليمن أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة إثر تدهور غير مسبوق للعملة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة 1530 ريالا في تداولات يوم الثلاثاء. ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في آذار، مع ترقب المستثمرين اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1781 دولارا للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1782 دولارا للأونصة. هذا وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه سيمهد الطريق أمام ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ولمواجهة ارتفاع معدلات التضخم. أعلن صندوق النقد الدولي أن الديون العالمية ارتفعت إلى 226 تريليون دولار العام الماضي، مسجلة أكبر قفزة في عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية، محذرا من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال مدير شؤون المالية العامة بصندوق النقد فيكتور جاسبر إن جائحة كورونا تسببت في أن تصل الديون إلى 256% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 بزيادة قدرها 28 نقطة مئوية. وأضاف أن الاقتراض الحكومي شكل ما يزيد قليلاً على نصف الزيادة البالغة 28 تريليون دولار، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلص تأثير الزيادة في الإنفاق العام وسيفاقم المخاوف بشأن استدامة الدين، وأن المخاطر ستتعاظم إذ ارتفعت أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع وتعثر النمو. ختام الموجز إلى اللقاء.